الاستاذ سعود رشيد رئيس نادي التعاون. كيف كان اجتماع الجمعية العمومية؟ ابرز ما فيه؟ والله الشيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اليوم سعيدين بلقاء الاخوه رؤساء الانديه اعضاء الجمعيه اعضاء الاتحاد السعودي في الجمعيه العاديه اللي كل سنه يعني ما فيها شيء ممكن يكون بارد بشكل كبير. كل كانت مصادقات على القوائم الماليه، على بعض التعديلات اللي موجوده في اللائحه الاساسيه، ما في شيء يعني ممكن يكون بارز بشكل كبير. يعني نتقدم بالشكر الحقيقي على ما نجد من تجاوب وتعاون في الاتحاد السعودي برئاسة اخي استاذ ياسر المسحل والامين العام الاستاذ ابراهيم القاسم، يقدمون كل شيء ممكن لدعم الانديه مسيره الانديه اللي هي الرافد الاهم للمنتخبات الوطنيه. حسب ما تداول التعاون تضرر من الطيران والسفر، هل في عندكم راي وناقشتوا؟ والله فعلا احنا عندنا اقتراحين يعني تقريبا في هذا الموضوع. في اقتراح قدمناه العام الماضي ما يتعلق بالتامين الطبي، وجد استحسان جميع الاعضاء، وجد استحسان الاتحاد السعودي، ويعني اوصي بتطبيق هذا المقترح اللي هو التامين الطبي على جميع اللاعبين، بحيث انه الانديه طبعا احيانا تتعرض الانديه لاصابات قويه يعني، فانت مضطر انك يعني بغض النظر عن علاج اللاعب، انت مضطر تدفع رواتب اللاعب خلال هذه الفتره، وهذا مرهق لميزانيات الانديه. فنتمنى ان شاء الله انه يطبق قريبا ويرى النور يعني في 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 هذا الموضوع. الجانب الثاني والشق الثاني ما يتعلق بالتنقلات في بين احنا نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله تبارك الله شبه قاره، فالانتقال من مدينه لمدينه، يعني احنا في القصيم مثلا نعاني لما نروح للجنوب، نعاني مثلا لما نروح للشرقيه، فكل هذه الامور نتمنى انه يكون في الناقل الوطني، يكون مثلا توقيع شراكه معينه بين الاتحاد السعودي وبين الناقل الوطني باليه معينه، بحيث انه الانديه فعلا يعني او توفير طيران خاص لجميع الانديه، عشان الانديه انا اتكلم بس باسم التعاون، اتكلم بجميع الانديه تقريبا، ما في الانديه الرياضه وجده اللي تجد انها مثلا فيها رحلات لكل الاماكن، لكن بقيه الانديه تعاني في هذا الموضوع. السؤال الاخير عن التعاون، عاده الانديه يكون فتره التوقف عامل ايجابي او سلبي، بالنسبه لكم في التعاون؟ لا بالنسبه لنا هذه المره ممكن انه عامل ايجابي بشكل كبير، لانه احنا نعاني من اصابات تكلمت على 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 ماتيوس كاسترو اللي تقريبا انتهى موسمه، تكلم عن موسى بارو اللي ربما يعني ان شاء الله نقول انه ممكن ربما يلحق على اخر الموسم، وليد الاحمد، فالتوقف جاء في فتره احنا محتاجينها. ان شاء الله باذن الله انه بعد التوقف تكون يعني يستمر التعاون في المنافسه على المراكز المؤهله لاسيا المسابقات. شكرا.